في السنة التاسعة من الهجرة بعد أن دانت العرب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يبق إلا دولة الروم أقرب الدول إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الروم لم يعجبها ما حصل في مؤتة لأن كرامتها قد جرحت، فأعدت جيشا عظيما لغزو المدينة. جمعت الروم عشرات الآلاف وتجمع نصارى العرب معهم ليغزو مدينة رسول الله، فسمع النبي بهذا صلى الله عليه وآله وسلم فاستنفر الناس، ولم يكن من عادته أن يخبرهم أين يتوجه في المعارك إلا في هذه المعركة التي سميت معركة تبوك. في السنة التاسعة من الهجرة بدأ النفير العام، فتجمع الناس من خارج المدينة كلهم يريد القتال مع رسول الله. جاء الآلاف كلهم يريدون الجهاد مع رسول الله، يريدون الجنة عن طريق الجهاد في سبيل الله. تجمع الناس ولم يدر النبي ماذا يصنع لهم، فالمؤونة والسلاح لا يكفي لهذه الألوف التي جاءت لتقاتل مع رسول الله. وكان بالإضافة إلى هذا قلة المؤونة، كان الجو حارا والحر شديد، حتى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رد بعض الناس لأنهم ما يملك شيئا يحملهم عليه، فأخذوا يبكون، يبكون لأنهم ما خرجوا للجهاد مع رسول الله في غزوة تبوك. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فاستنهض رسول الله الهمم، من ينفق، من يتبرع ليجهز الجيش؟ وكان لعثمان بن عفان قافلة 200 بعير محملة يريد أن يسيرها إلى الشام فأرجعها، وتبرع بها كلها في سبيل الله، ثم جاء 100 بعير أخرى وتبرع بها محملة، ثم جاء 1000 دينار ونثرها بين رسول الله. فقال النبي له ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. جاء عبد الرحمن بن عوف بأموال كثيرة، وجاء طلحة بأموال، وجاء أبو بكر بماله كله في سبيل الله. قال يا أبا بكر ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. وجاء عمر بنصف ملكه كله، وتسابق الصحابة حتى من لم يجد إلا القليل تمر جاء به، دريهمات جاء بها. هنا بدأ المنافقون يتكلمون فيقولون للأغنياء أنتم مراؤون، وقالوا للفقراء الذين تصدقوا باليسير ماذا يغني هذا المال في هذه المعركة، الله غني عنها. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. وبدأ المنافقون يتعذرون، قال بعضهم لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا، وجاءوا يتعذرون بأعذار واهية. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، حتى أن قائلهم يقول لا أريد الخروج، يقول له النبي ولما؟ قال أخاف أفتن. بأي شيء تفتن؟ قال أفتن ببنات بني الأصفر، يعني بنات الروم، يقولون ائذن لي ولا تفتني. رد الرب عليه فقال ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. النبي يرتب الجيش، بلغ الجيش 30,000 لأول مرة، المنافقون ينسحبون، أهل الأعذار معذورون، لم يتخلف من أهل الإيمان إلا 3، أما بقية المنافقين فإنهم جلسوا فرحين لأنهم ما خرجوا للقتال، جلسوا فرحين أنهم ما خرجوا للجهاد. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا
وسفرا قاصدا لاتبعوك. لما لم يتبعوك؟ ولكن بعدت عليهم الشقة. هكذا كان الجيش يتجهز للسير لمواجهة أعظم دولة في ذلك الزمان، إنها دولة الرومان. انطلق جيش المسلمين إلى تبوك 30,000. خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم علياً على أهله، فحزن الإمام علي، فقد كان بطلاً يحب الجهاد في سبيل الله، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستأذنه أن يسير معهم، فذكره النبي بقصة هارون مع موسى. قال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي، فإن موسى لما ذهب يكلم ربه خلف هارون على قومه. وانطلق الجيش إلى تبوك، العدد كبير حتى أن 18 نفرا يتناوبون على البعير الواحد. أصابهم الجوع، أهلكهم العطش، حتى أوراق الأشجار أكلوها رضي الله عنهم، وما فت ذلك من جهدهم وجهادهم، حتى سمي ذلك الجيش جيش العسرة لما أصابهم من العسرة فيه. وصل الجيش في طريقه إلى ديار صالح، ديار أوقع الله عز وجل عليهم عذابا وسخطا، ونزل فيهم لعنة من اللعائن. دخلها الصحابة فوجدوا فيها ماء فأخذوا يشربون، فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: حتى العجين الذي عجنتموه من هذا الماء فأطعموه للإبل وللدواب ولا تأكلوا منه شيئا. لما؟ لأنها ديار ملعونة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا إلا أن تكونوا باكين حتى لا تصيبكم اللعنة، حتى لا تنزل عليكم اللعنة التي نزلت في الأمم الذين من قبلكم. مر الصحابة على هذه الديار وعلى هذه الجبال المنحوتة، فتذكروا عذاب الله الذي نزل على قوم صالح. ثم انطلق الجيش مرة أخرى. أخبر النبي الصحابة قبل أن يصلوا إلى تبوك أن فيها ماء، فيها عين، فلا تمسوها، لكن 32,000 سبقوا الجيش الإسلامي ووصلوا إلى البئر وشربوا منها، فقال النبي فيهم ما قال ولامهم على فعلهم. ثم لما وصل الصحابة إلى هذه البئر وإلى هذه الماء، وكانت الماء ضعيفة جدا، كيف تغني جيشا من 30,000 فيه ما فيه من الدواب ومن الإبل ومن الحيوانات والبهائم، كيف تغني هذه الماء القليلة هذا الجيش العظيم؟ لكن النبي وضع يديه في هذه الماء ودعا الله عز وجل، فبارك الرب عز وجل في هذا الماء وسقى الجيش كله، إنسه وبهائمه، حتى رووا. فعسكر النبي في تبوك وقام يخطب في الناس خطبة بليغة، تأثر الناس بها ورفع بها الهمم، وإذا بالرومان الذين جهزوا جيشا عرمرما لما سمعوا بجيش الإسلام والمسلمين دب الرعب في قلوبهم، فتفرقت جيوشهم وانسحب من كان يقف مع الرومان وفروا في الوديان وبين الشعاب، فهزم الروم وكفى الله المؤمنين القتال. فعسكر النبي أياما أياما هناك يعلم المسلمين ويذكرهم أحكام دينهم، وجاءت القرى والقبائل المحيطة برؤسائها يعلنون رضوخهم لدولة الإسلام، حتى من لم يدخل في الإسلام رضخ لرسول الله وأدى الجزية لرسول الله، فعرفت الرومان أن دولة الإسلام قادمة لا محالة. Thank you.
رجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه من تبوك منتصرين، وكفى الله المؤمنين القتال. في طريق عودته إلى المدينة استغل المنافقون الفرصة وهموا أن ينالوا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فاتفقت مجموعة من المنافقين أن يأتوا إلى الرسول فيؤذوه، فعلم بالخبر من كان يمشي مع النبي وهو حذيفة رضي الله عنه، فإذا به يسمع بالخبر فضربهم بمحجنه ضرب الخيول، فقذف الله في قلوبهم الرعب وفروا هاربين. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بالذي حصل، فناداهم النبي وسألهم فحلفوا بالله أنهم ما قالوا هذا الكلام وما هموا بهذا الأمر، ففضحهم الرب عز وجل: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. وكذلك في طريق عودته إلى المدينة جاءه المنافقون فقالوا: يا رسول الله، بنينا مسجدا، بنوا مسجدا ليشقوا صف المؤمنين ويفرقوا بينهم. المؤمنون الذين بنوا أول مسجد وهو قباء بنوا في مقابله مسجدا آخر سمي مسجد ضرار. قالوا: يا رسول الله، تعال صل فيه. ففضحهم الرب عز وجل: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا. بل أمر النبي أصحابه أن يذهبوا إلى هذا المسجد ويهدموه لأنه ما أسس على التقوى. رجع النبي إلى المدينة فاستقبله الناس مهللين مكبرين فرحين، النساء والصبيان يقولون: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. ثم لما دخل النبي المدينة والكل يستقبل أهله وأصحابه ذهب إلى المسجد كعادته فصلى ركعتين وينتظر أهل الأعذار: ما عذرك في التخلف من الغزو؟ جاء المنافقون وكانوا أكثر من 80 رجلا كلهم تخلفوا بلا عذر، دخلوا المسجد يكذبون على الرسول، كل واحد منهم يختلق عذرا ويطلب من النبي الاستغفار. فعلا كان النبي يستغفر لهم يأخذهم على ظاهرهم: يحلفون بالله ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. بل لما عفى النبي عنهم عاتبه الرب عز وجل فقال له: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، أي حتى يتميز الصف فتعرف المنافق من غيره. هذه غزوة تبوك وما جرى فيها، ونصر الله عباده وهابتهم كل الأمم بعد هذه الغزوة. كان من الذين تخلفوا عن هذه الغزوة 3 لم يكونوا من أهل النفاق: كعب بن مالك، هلال بن أمية، مرارة بن الربيع. يقول كعب عن قصته في بداية الغزوة، يقول: لما دعا النبي الناس للتجهز لهذه الغزوة يقول: لم أكن قط أيسر مني في هذه الغزوة، كنت ميسورا وقد ابتعت ناقتين راحلتين. يقول: وكنت قد شهدت كل المشاهد إلا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما غدا الناس يتجهزون يقول: كنت أقول في نفسي: أقضي حاجتي وجهازي غدا فإنني أقدر على هذا. وكلما جاء الغد أذهب لأتجهز فأرجع ولم أقضي شيئا وأقول: إنني أقدر على هذا، أستطيع أن أقضي جهازي متى ما أردت. يقول: حتى تم جهاز الناس قبل الغزوة. يقول: فلما غدا رسول الله مع أصحابه في الجهاد يقول: نظرت إليهم
فقلت أدركهم بعد يوم أو يومين أستطيع. يقول فلما جاء يوم ويومين الشيطان يسوف له، يقول حتى صعب علي إدراكهم، يقول مما زاد في همي وحزني أنني نظرت في المدينة فلم أرى إلا منافقا مغموس النفاق أو صاحب عذر، يقول إلا أنا وقد طابت الثمار والظلال في المدينة. يقول فجلست في همي وغمي، وذكرني رسول الله في تبوك، ذكرني فقال لأصحابه ما فعل كعب بن مالك؟ فقام رجل من القوم قال يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفيه، فقام معاذ بن جبل وقال كذبت، بئس ما قلت، والله ما علمنا فيه إلا خيرا. وسكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النبي يسأل عن كعب بن مالك، وكعب في المدينة جالس ليس له عذر أبدا، بل كان ميسور الحال، لكنه لم يذهب مع رسول الله. يقول فلما علمت أن النبي قد قفل من تبوك إلى المدينة تذكرت الكذب والعذر، وأخبرني أهلي ببعض أعذاري، تجهزت بأعذار وقد أوتيت جدلا، يعني أستطيع أن أتعذر بأي عذر. فلما دخل الناس إلى مسجد رسول الله يتعذرون له المنافقون أكثر من 80 رجل، يقول فلما دخلت إلى المسجد فنظر إلي النبي وتبسم تبسم المغضب، متبسم لكن غضبان، فناداني فقال لي تعال يا كعب. يقول فجلست بين يديه فقال لي يا كعب ما الذي خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ يعني كعب غير، الناس يأتون ويتعذرون والرسول يستغفر لهم، لكن كعب غير، كان النبي يريده معه. قال ما الذي خلفك يا كعب؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ يقول يا رسول الله والله لو كان غيرك من أهل الدنيا لعلمت أنني أستطيع أن أكذب عليه فأخرج برضاه، لكن يوشك أن يسخطك الله علي وقد أوتيت جدلا، لكن علمت أنه لن ينجيني إلا الصدق، والله ما كنت أيسر ولا أكثر مني قدرة على الذهاب مني في هذه الغزوة، ولكن لا عذر لي، لا عذر لي يا رسول الله. فإذا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أما هذا، يقول لأصحابه أما هذا فقد صدق الله، أما هذا فقد صدق الله، قم يا كعب حتى يقضي الله فيك. فإذا بكعب يخرج فيأتيه قومه يقولون ماذا صنعت يا كعب؟ لو أنك قلت له أي عذر فيستغفر لك رسول الله. يقول فلا زالوا بي حتى هممت أن أرجع فأكذب عليه، فسألت القوم هل فعل مثل فعلي أحد من الناس؟ فذكروا لي رجلين صالحين، هلال بن أمية ومرارة بن الربيع. يقول فسكت وقلت أصبر حتى يقضي الله في. فأمر النبي ألا يكلم أحد من الناس هؤلاء الثلاثة، اعتزال تام، هجر تام، ثلاثة. يقول أما صاحبي هلال ومرارة فكانا كبيرين في السن فجلسا في بيوتهما، أما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، كنت أخالط الناس في الأسواق وأصلي معهم في المسجد ولا يرد أحد منهم السلام علي ولا يكلمني أحد. تخيلوا الناس قد حزنوا على الثلاثة لأنهم يعلمون أنهم من أهل الإيمان والصدق، ومع هذا منع الجميع حتى من الكلام معهم ومن السلام عليهم. يقول كنت أصلي في المسجد فأتعمد الصلاة عند رسول الله فأسلم فلا أسمعه يرد علي السلام، فأنظر إلى شفتيه أرى هل يرد علي السلام أم لا من حبه لرسول الله. يقول فكنت إذا صليت أعلم أن النبي ينظر إلي، فإذا قضيت صلاتي نظرت إليه التفت وأعرض عني. تخيل أحب الناس إليه لا يرد عليه السلام ولا يكلمه كل الناس. يقول خرجت من همي وغمي، ذهبت إلى جدار تسورت حائط لأبي قتادة ابن عم لي ومن أحب الناس إلي. يقول دخلت عليه فسلمت عليه فلم يرد السلام، مسكته وقلت له أنشدك الله، أنشدك الله يا أبا قتادة، ألا تعلم أني أحب الله ورسوله؟ ألا تعلم أني أحب الله ورسوله؟ يقول فلا يرد علي. نشدته بالله ثلاثا
حتى قال وتكلم. انظروا كيف رد، قال: الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. يقول: ففاضت عيناي. يقول: أخذت أبكي، خرجت من عنده إلى السوق لا يرد علي أحد. يقول: فجاءت رسالة من نبطي من الشام يسأل عني، يقول: أين كعب بن مالك، أين كعب بن مالك؟ فقرأت الرسالة، أشار الناس علي، فإذا من زعيم في الشام، من رئيس قوم، يقول: قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك. وصل الأمر للشام، ثم قال: ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا أنواسك. يقول: فلما قرأت الرسالة رميتها في التنور وقلت: هذا من البلاء. يقول: فقضيت 40 ليلة لا يكلمني أحد، هم وغم. يقول: فطرق الباب علي رجل، فتحت الباب فإذا هو رسول الله. قلت: ما الخبر؟ ظن أنه الفرج. قال: إن رسول الله يأمرك أن تعتزل امرأتك. قلت: أفيأمرني أن أطلقها؟ قال: لا. يقول: فأرسلت امرأتي إلى بيت أهلها. يقول: وقضينا على هذه الحال 50 ليلة حتى الزوجة. يقول: قلت: إذا أرادني أن أطلقها أطلقها طاعة لرسول الله. قال: لا. أي فتنة، أي بلاء، ظل كعب وصاحبيه 50 ليلة لا يكلمه أحد من الناس ولا يكلم أحدا من الناس. خمسون ليلة ما أصعبها على الثلاثة الذين خلفوا، لا أحد يكلمهم، لا أحد يخالطهم، لا أحد يجالسهم، لا أحد ينظر إليهم أو حتى يرد السلام عليهم، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. يقول كعب بن مالك: حتى إذا مرت 50 ليلة صليت الصبح وقت الفجر، يقول: ثم رقيت سطحا لي وجلست. ماذا كان يفعل؟ لا بد أنه كان يلجأ إلى الله عز وجل، وكان يتوب إلى الله جل وعلا، وكان يستغفر الله، حتى زوجته أمر باعتزالها. 50 ليلة ما أصعبها، كان على سطح منزله وقت صلاة الصبح، صلى الناس الصبح. يقول: فجأة سمعت صوتا يخرج من المسجد، خرج الناس من المسجد يقولون: يا كعب بن مالك، يا كعب بن مالك. ما أحلاها من كلمات! 50 ليلة ما سمع أحدا يناديه باسمه، أما اليوم: يا كعب بن مالك، يا كعب بن مالك. فعلمت أنها البشارة، فخررت لله ساجدا من شدة الفرح. يقول: خررت لله ساجدا، ثم قمت فنظرت من بعيد، فإذا أحد منهم راكب مسرع إلي يريد أن يبشرني، أما الآخر يقول: فارتفع على مكان، فأخذ يصرخ من بعيد: أبشر يا كعب بن مالك بتوبة الله عليك، أبشر بتوبة الله عليك. يقول: فلما جاء الذي بشرني نزعت ثوبي وأعطيته إياهما من البشارة. يقول: ولم يكن عندي ثوب لأذهب إلى رسول الله. يقول: فاستعرت ثوبين ثم أسرعت إلى مسجد رسول الله. يقول: والصحابة يستقبلوني، أصحابي يستقبلوني، كل واحد يقول: لتهنك توبة الله عليك يا كعب، لتهنك توبة الله عليك يا كعب. وصاحبي ذهب الناس إليهما يبشرونهما بتوبة الله.
يقول: فلما دخلت المسجد وجدت النبي جالس والصحابة حوله، يقول: فقام إلي طلحة بن عبيد الله يصافحني ويهنئني، ما أنساها لطلحة. يقول: فلما جلست عند النبي نظرت إليه مبتسما، وجهه كأنه فلقة قمر ينظر إلي، فقال: أبشر يا كعب بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، هذا أفضل يوم لك في حياتك الدنيا يا كعب. فقلت له: يا رسول الله، أهو من عندك أم من عند الله؟ قال: بل من عند الله وعلى الثلاثة الذين خلفوا. الله يذكرهم ويرص عليهم نصا: كعب وهلال ومرارة. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. يقول: والنبي فرح مسرور مستبشر وهو يبشرني بهذه البشارة. فقلت له: يا رسول الله، إن من توبة الله علي أن أخلع من مالي كله، كل ما أملك صدق لوجه الله. قال: أمسك عليك بعض مالك. بشدة الفرح يقولها كعب. يقول: فأمسكت سهمي بخيبر وتصدقت بباقي مالي كله في سبيل الله عز وجل. يقول: وعلمت أن الله نجاني بصدقي، فعهدت ربي أن أصدق ما حييت أبدا. وأنزل الله بعدها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصحابة يهنئون الثلاثة، يباركون للثلاثة، يجلسون مع الثلاثة، فرحت المدينة كلها بتوبة الله على أولئك الثلاثة. 50 ليلة صدقوا في الاختبار، صدقوا مع الله فصدق الله معهم، كانوا صادقين فنجاهم الرب عز وجل. وهكذا انتهت قصة أولئك الثلاثة بتوبة سطرت في القرآن، وكانت سببها الصدق مع الله ومع رسوله. في هذه السنة حصلت حوادث أخرى. بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم موت النجاشي عظيم الحبشة، الرجل العادل أصحمه، بلغ النبي موته فحزن حزنا أليما شديدا، ثم صلى عليه صلاة الغائب وشرعت صلاة الغائب. وأيضا في تلك السنة مات رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول، فاستغفر النبي له، فأنزل الله: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فقال النبي: سأستغفر لهم أكثر من 70 مرة عبد الله بن أبي الذي آذى رسول الله سنوات طوال أمر النبي بتغسيله وتكفينه ليصلي عليه. قال عمر: أتصلي على رأس النفاق؟ أتصلي على هذا الرجل الذي فعل وفعل؟ قال: نعم، رحمة رسول الله بالخلق وبالناس، أرحم الخلق بالخلق. فلما صلى عليه أنزل الله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله وبرسوله. أيد القرآن كلام عمر. وفي تلك السنة أيضا رجمت الغامدية. من الغامدية؟ أول ما زنت جاءت إلى رسول الله، قالت: يا رسول الله، زنيت فطهرني. فما رضي النبي، تركها، قال: حتى تلدي. ولدت، جاءت بالولد، يريد النبي أن تتراجع بكلامها رحمة بها. قال: يا رسول الله، هذا الولد من الزنا، فطهرني. قال: لا، اذهبي حتى تفطميه. فجاءت بعد 2 سنين فطمته وبيدها الطفل وكسرة خبز يأكل منها. قالت: فطمته يا رسول الله، مصرة. فلما رأى النبي إصرارها أخذ الولد منها وأعطاها أحد الصحابة. ثم رجمت الغامدية في تلك السنة، وبشر النبي الصحابة بقبول توبة الله لها. هكذا حدثت هذه الوقائع كلها في سنة واحدة، والنبي أرحم الخلق بالخلق، يفرح لتوبة الله على عباده وإن عصوا وإن أذنبوا.
كالنور في